كانت دولة بني أمية دولة السنة، قتل فيها غيلان القدري، وقتل فيها الجعد بن درهم، وعدد من الزنادقة علامة فيها من الفسق، لكنها حافظة العقيدة. ولهذا يبغضونها الحين، وجميع الحزبيين يبغضون دولة بني أمية، ما تجد واحد منهم يثني عليه، واضح؟ ويبغضون هذه الدولة لأنها قامت على السنة وعلى التوحيد، يستغلون الأخطاء والتصرفات اللي كذا، يشيعونه ويشهرونه ويحرضون الناس وكل شيء، ولا يذكرون ولا حسنة واحدة. يعني لا يوجد دولة تهتم بأمر الإسلام وأهله مثل الدولة اليوم، ولا يوجد بناء للحرمين مثل اليوم، ولا يوجد طباعة للقرآن الكريم على نسخة واحدة مثل ما يوجد اليوم، كله من مشاريع الدولة، ولا يوجد عناية بالحج والعمرة مثل ما يوجد اليوم، كل هذه مجحودة، ولا يوجد رفق بالناس مثل ما يوجد اليوم، ولا يوجد اهتمام بالقضايا الدولية من جهة الإسلام مثل ما يوجد، كل هذا مجحود تماما. وإذا وجد غلطة ولا تصرف حسب وشيء وشر، وإذا وقعت فتنة الأحزاب وراء الفتنة، ما هم مع أهل الحكم ولا مع أهل العلم ولا مع عامة المسلمين. وحدث 10 حوادث كذا كذا، تفهم هذا الأمور، هذا تاريخ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ولاة الأمور في الجملة للناس تعرفون وتنكرون، فما يعني عرفتم قامت عليها أدلة الشرع أنه حق اقبلوه، ما أنكرتم اتركوه، ولا تطيعوا في معصية الله، لكن ما قالوا اخرجوا عليهم. ودليل هذا على أنه يصير من الولاة تصرفات واجتهادات وأمور قد يكون فيها تأثيرات مراعاة مآلات أمور، وهؤلاء ما عندهم إلا مثل الذباب، يقع على موضع العلة فقط، موضع الأذى والقذر. أي جميل وأي شيء حسن وأي خير مكتوم، ما يذكر أبدا ولا كأنه حدث، إلا إذا أرادوا أن يتصنعوا ليتزلفوا ويتمكنوا ذكروا بعض الشيء بمجالس خاصة. وهذا شيخهم صبيغ بن عسر، وهم عندهم المظاهرات، إن أرادوا تظاهرة النساء لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو رخص للصحابة في ضرب النساء اللي خالفنا أزواجهن وتجرأنا عليهم، جاءت بعض النساء تشتكي عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مظاهرة النساء. يعني هم سلفهم النساء أو هي مظاهرة الخوارج زمن عثمان، هذا التاريخ. شيخهم عبد الله بن سبا، مقدمتهم صبيغ ومثاله ملجم، من اللي يفخر بهذا التاريخ الأسود؟ ثم يطورونه عاد آخر شيء، يقول العصيان المدني، وين هذا النصوص الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على الجور، قال الحسن البصري رحمه الله إنهم اتكلوا على السيوف، لو اتكلوا على الله لحبس الله يعني الولاة الظلمة بالموت عنه، لكن اتكلوا على السيوف فوكلهم الله إليه وسلط عليهم. قال العلماء رحمهم الله إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، قالوا 60 سنة بإمام ظلوم خير من ليلة بلا إمام ما فيها ولي أمر، قالوا إذا علمت بلد ما فيها إمام لا تدخلها. هذا كلام السلف، نصوص القرآن العظيم ونصوص السنة المطهرة ونصوص أئمة السلف في حق الولاية العامة والواجب لها وعليها كلها تطرح، ما تعنيهم إلى حد أنهم في مقررات العقيدة ما يدرسون هالأشياء، يحذفونها من المقرر، يعفون الطلبة منها. أنا توسعت في هذا لأن الشيء بالشيء يذكر في اتباعهم ذهاب الدين والدنيا والآخرة، اتباع هؤلاء دعاة الفتن والحزبية والتحريف لنصوص الشرع. نعم.
أحسن الله عليكم.